وفقا لوكالة رويترز للأنباء، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمجلس الأمن الدولي في خطاب له إن الدبلوماسية النرويجية جير بيترسون سيكون مبعوث الأمم المتحدة الجديدة إلى سوريا، الأمر الذي حصل على موافقة الدول الأعضاء الخمس الدائمين بمجلس الأمن. كما قال إن السيد بيترسون سيدعم الأطراف السورية من خلال تسهيل التوصل إلى حل سياسي شامل يلبي التطلعات الديمقراطية للشعب السوري. هذا ويعتقد المراقبون أن بيترسون سيواجه صعوبات عديدة بعد توليه المنصب، فيما فيها دفع تشكيل لجنة مناقشة الدستور في أسرع وقت ممكن وصياغة الدستور الجديد وغيرها من المشاكل الأخرى. هذا وحدث خلاف بين المبعوث الأممي السابق ستيفن ديمستورا ووزير الخارجية السوري وليد المعلم بشأن تشكيل لجنة مناقشة الدستور خلال زيارة ديمستورا إلى سوريا في 24 أكتوبر، حيث انتقد وزير الخارجية السوري ديمستورا واتهمه بمحاولته لتحديد ممثل المنظمات الشعبية في قائمة أعضاء لجنة مناقشة الدستور، وهذا ما رفضته الحكومة السورية.